آخر شرط بعد أن انطوك يعني طائرة لا تحمل أي صفة من صفات الأف 16 ومفرغة من أكثر التكنولوجيا اللي تحملها الأف 16 الأمريكية. يعني هذا هيكل الأف 16 قبلت أن تأخذها. لا هاي اللي عندنا هسه هيكل الأف 16 طبعا. وقبلت أن تكون غرفة الحركات والعمليات مالتها في عمان حتى الطرف الآخر المستهدف يتدخل حتى في حركتها. وأنت اليوم في يعني جبت طاري سيمنز وليش ما لا أخي أوقفك بس طالعها ما عبرها وليش ما وقف لي يعني هسه لا مو هاي مهمة. غرفة التحكم بالطائرة الأف 16 موجودة في عمان وليس في العراق يا أخي. فيديوهات موجودة على اليوتيوب. ارجع لحديث الحج المالكي في وقتها اللي لا وتتحكم بها تتحكم بها إسرائيل. كان يفاوض من أجل أن تكون بس وقف لي تتحكم بها إسرائيل. هاي اليوم تيت بيتني بالسجن خالص. لا ما بيتك بالسجن أنا أقول أنه العراق خاض مسار متعب ومجهد جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وقبلنا بأقل المواصفات للطائرات والدبابات حتى الأبرامز اللي جهزت بها وزارة الدفاع وفرقة التاسعة المدرعة بالتاجي وساهمت واشتركت في معارك في أيام تحرير مع داعش يعني دون المواصفة المعترف بها المتعارف عليها للأبرامز اللي موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية وفي غير مكانات